سنبدأ الرحلة اليوم من هنا، من صور دمنات أو روح دمنات التي لا زالت تصارع الزمن. هذه المدينة القديمة والعريقة ذات التقاليد المغربية الأصيلة والمتميزة بصناعة قديمة جدا. عشق الناس لتراب أرضهم هنا جعلهم يبدعون في صناعة الخزف، وخصوصا القصعة الدمناتية التي اشتهرت بها منطقة بوتغرار. في دمنات أبدع البشر في تشكيل الطين، كما الطبيعة التي جعلت منه عبر ملايين السنين قنطرة طبيعية تجمع بين المدينة وكافة مناطق جيوبارك. هي قنطرة إيمينيفر الطبيعية التي ستأخذنا في سفر عبر الزمن إلى إيواريطن لنكتشف آثار كائنات ضخمة عاشت هنا لملايين السنين. إنها ديناصورات شمال إفريقيا. تعتبر هذه المنطقة تراثاً عالمياً مهماً جداً، فهي بمثابة متحف مفتوح على الهواء الطلق وذاكرة مهمة لكوكب الأرض محفوظة هنا. بالإضافة للمآوي والفنادق التي تتوفر عليها المنطقة، زرنا إحدى المشاريع النموذجية تعاونية تشتغل على تتمين النباتات العطرية والطبيعية، كما أنها تقوم بالحفاظ على الموروث الثقافي للمنطقة. تاج الملوك الباهية غزالي جدل بسمان. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، لنضرب لكم موعدا مع الحلقة الموالية.